السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتبعوا معايا السلسله ديال لانش بوكس الاكل المدرسي. اليوم واحد الفكره اللي هي جديده، مقرونيه ديال الحروف، هي عزيزه على الوليدات بزاف، وحنا كنطمحوا باش الاولاد ياكلوا ويستمتعوا، ما يبقاوش عينيهم في الماكله ديال الزنقه، يحاولوا يرجعوا الماكله ديال الدار، وحنا هذا الدور ديالنا. لهذا اليوم اكل سهل بسيط وكيوجد في الدار. عندنا مقرون ديال الحروف بصدر ديال الدجاج، لان ما فيه العظام حتى شي حاجه، وكلشي كنراعيو الوليدات، ما يكونش العظام، ما يكونش بزاف ديال الحوايج، راه كاع الامهات يكونوا عارفين. وعندنا الكاب كيك بالشوكولا، تيحمق وما شي حاجه ديال الكاب كيك. والديسير درت ليهم اليوم جوكي طالون نبدلو، ماشي دائما ديسير تفاح بنان، هذا غيطلع لهم في الراس، كل مره نوعو ليهم في الديسير. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال الرضا ديالكم. وطبعا ما نساوش المعلقه، لان شريت كل معلقه، ما عندش الدري كيغدا هي البليصه فيها المعلقه ديالو، ياكل منها وعاد يحطها لهنايا. يلا دوزوا معايا احبائي لاعداد هاد الوصفتين البسيطتين وفرجه ممتعه، وشكرا لكم. الوصفه الاولى ديالنا عباره عن كب كيك، رش بيضات، نزيدو عليهم سكر سنيده كاس معمر، ندير واحد القبيصه ديال الملح وفاني، نص كاس ديال الزيت، ونزيدو بشوية بشوية. نزيدو الطامون ديك هاد الفاني تاعو، نزيدو الدقيق بشوية بشوية، طبعا راه مغربل باش كيكون فيه الهواء. واحد المعلقة من فئة 8 غرام، نبقى نزيدو الدقيق وما نحركوش بزاف، غير بشوية، انا حتى تخدم جوج كيسان، ولكن غادي نشوف القياس اللي تيكون فيه التكستور ديال العجينة، باقي خاصها واحد شوية. ما تكون خفيفة ما تكون قاسحة، بين وبين. التكستير هي هادي الله يجعل البركة، هزات لينا كاس وربع. طبعا غنكونو موجدين ديجا ليمون، تفاديين الكويرتات، هما كاين اللي عندو الكويرتات يديرهم، أنا تفاديين الدراري الصغار كنعرفوهم، شي مرات كياكلو ماطلين هكداك، درت هادو ديال السيليكون. غنزيد واحد شوية ديال بيبي الشوكولا، ميم با 20 غرام، شوية غنجيب واحد المعلقة باش نبقى ندير في الليمون. هاد النقيطات اللي قطرو لنا غنحيدهم، لأن تيحرقو وتيشمو لنا ريحة الحريق. نقيو هاد الصينية مزيان، وغادي نديرو نصبو على نار متوسطة ونتلقى بيكم. بعد ما كملنا المسيح، نزيد شي حبيبات ديال الشكلاط بحال هكذا،
عرفوا الدراري عز عليهم الشوكولاط بزاف وهو مفيد نيسو مغدي ليهم. غنبقاو مستمرين هكا حتى كنكملو نديرو على درجة حرارة متوسطة كما كيعرفو كاع الأمهات والبنات والدراري اللي مالا كلشي ولا كيدخل الكوزينة الحمد لله. وملي طيب نتلاقى بكم إن شاء الله. الكبكيك ديالنا بعد ما خرجوا من الفران هما على هذا الشكل هذا غنخليهم حتى يبردوا تماما وعاد نديمو ليهم من الليمون ديال السيليكون. الوصفه الثانيه عباره عن مقارونيه بصدور الدجاج. عندنا مقارونيه ديال الحروف وعندنا صدر ديال الدجاج ورقه ديال سيدنا موسى الزعتر ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه واحد الكونسونطرا ديال الطوماط ديال الدار طبعا ماشي المعلب الابزار البيض حيت خفيف الحده ديالو ماشي حاره بزاف بالنسبه للولاد مزيان والملحه وزيت العود. ندوزو لطريقه تحضير الطبق راه ساهل مع الكيت وجد فرمشة عين. غندير واحد شويه ديال زيت العود نديرو الثومه كل قطعه للشخص حتى شفتو كنديرو غير نص ديال السكر نص الربع يعني مازال نبغيو باش لاصوصية تجي خاسرة شربينا المقاوني صافي غادي نسدو عليه ونخليوها طيب على خاطرها بين الما طابت لينا. غنمشيو نسلقو داك المقاوني غير واحد شوية مغاديش نسلقوها بزاف. بعد ما طاب الدجاج نص طيبة غنديرو عليه واحد شوية ديال الزعتر نص ديال داكشي لي عندنا وداكشي لي بقا ندير حتى للخر كيعطي واحد المذاق غزال لي بقا. نخليكم كما طيابو بين ما قلت لكم رجعت. بعد ما طاب الدجاج حيدته غندير ديك المقرونيه اللي طيبتها غير نص طلقه باش تشرب لاصوص مزيان غنخليوها تكمل طيبه فهاد لاصوص. ما نحركوش باش ما يتهرسوش دوك الحروف صافي نخليوها هكا. غادي نزيدو داكشي اللي تبقى ديال ولا غير شويه ديال الزعتر الزيت ما كنتش كثرت غندير واحد شويه ديال الزويته صافي ونخليها تشرب على خطاها. دوك الحروف ديالنا المقارونيه هما يشربوا كما قلت لكم ما كنبقاوش نحركوا فيهم باش ما كيتهرسوش كيجيو مفركين مع بعضياتهم. الدجاج ديالنا كما قلت لكم انا قطعته هكا سلايس انا دابا غنمونطي البوكس نمونطي دابا الماكله ديال وليدنا ولا بنيتنا بحال بحال. كنحاولوا دائما نوعوا لهم في الاكل وكندير لهم داكشي اللي كيبغيو باش اوميم طون هما يستمتعوا بالاكل ومنها كيتغداو كيغديو الجسم ديالهم الصغيور باش كيتنمى ان شاء الله في صحه جيده. انا كنشوفهم مع الحروف كيعجبهم كيبقاو الحرف اللي كلاو تيقراوه اولا الشيفر اللي لقاو 1 2 3 ا بي سي يعني هذا فالور مزيان ليهم. صافي غندير واحد الحصه اللي يقدر ياكلها نجيبو هاد اللحيمات
كنستو لهم هادشي مزيان، حتى الدراري كنلعبو لهم على الديكور. هذا نخليو نهار اخر، الا كان عندنا جوج وليدات ندير لهم جوج ديال الحقوق كما قلت لكم. غنديمو لي هذا كاب كيك خصهم يبردو تماما. ندير لهم جويجات وندير لهم الديسير، ندير لهم واحد الطالون باب التنوع، ماشي دائما الفاكهه، لا دائما الفواكه، ما غاديش يبغيو يبقاو ياكلنا الفواكه. صافي هذه هي البوكس ديالنا، وهذا الشيء اللي بقى لينا بحال هاد لي كاب كيك راه يبقى للفطور اولا الكوتي ملي يجي في العشيه، راه كيدي واحد اليومين ثلاث ايام، يعني ما كديرش كل نهار كنطيب، واحد النهار كنديروا بزاف ديال الاصناف وكنبقاو نخبيهم على مدار الايام باش الام حتى هي ما تملش. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكون الافكار مفيده ان شاء الله، وتطبقوها وتردوا لي في لي كومونتير ان شاء الله. حتى الفيديو الجاي وافكار ثانيه اخرى جداد.